يعني ايه ازاي نضمن عدم تسرب الفحم لمصانع الطوب مثلا؟ ما عشان كده فندم اهم حاجه ضروري نشوف مين اللي هياخد التصريح باستيراد الفحم، لان هو اللي هيتحمل هذه المسؤوليه. المخالف، المخالف اول ما هو يا فندم اديت لمصانع الاسمنت الفحم، هو بيستثمر استثمارات عاليه في الفرام، يصبح لا يمكن ان هو يستخدم غير الفحم، وبالتالي هو ليه مصلحه انه ما يخلفش، لان عملياته هتقف. طيب يعني الضجه اللي حوالين الفحم، يعني ما بين مؤيد ما بين معارض، طيب ما نقفل الباب بالمره ونمنع صناعه الاسمنت ونستورد؟ استيراد الاسمنت اول حاجه الاثار الاقتصاديه على العماله وعلى قطاع التشييد اثار جسيمه. كويس. لو قطاع الاسمنت انخفض انتاجه 0.1% يتأثر قطاع التشييد 10.2%، عشان بس حضرتك تعرف الأثر التراكمي اللي هيحصل. ولنفرض يا فندم إن احنا نقدر أن نتحمل هذه المشاكل الاقتصادية، أنا هستورد إيه؟ هستورد من تركيا. بيجي العملية إيه؟ بيجي الكلينكر. الكلينكر ده هو اللي لسه بيتخلط بمواد أخرى عشان نطلع الأسمنت. الكلينكر ده يتميز ان هو ذراته دقيقة للغاية، وبيجي سائل فبيتغير في التداول وفي النقل اكتر. لو قارنا طن الفحم بطن الكلينكر، طن الكلينكر في عمليات التدوير يطلع 6 أضعاف الانبعاثات من الاتربة اللي بيطلعها الفحم، لان الفحم بيجي في حتت كبيرة ويجب ان يكون رطب حتى لا يشتعل. تمام. ودي ده برضو هترجعنا لمسألة الضوابط. ولكن العملية فنية، ولكن العملية يجب أن نتشارك يا جماعة في هذا القرار، ويجب أن نحافظ على صحة المواطنين. تناقش مجتمعيا يعني. وهي دي الضوابط يا فندم بتعمل دلوقتي، وحتناقش مع الجميع. طيب أنا